هو يعني ايه اكسبو؟ اكسبو اول ما سموه في الاول خلاص كان اسمه ذا جريت اكسبيشن. ذا جريت اكسبيشن يا اول ما بدأ في انجلترا. المعرض الكبير او المعرض الكبير العظيم. بالظبط اكبر تجمع لكل دول العالم. بدأت فكرته 170 سنه، كان فكرته مبنيه على الدول تكون كلها موجوده مع بعضها، ننبذ الخلافات، ننبذ الصراعات. بدأ في انجلترا. في انجلترا بالظبط من 170 سنه، نتكلم في القرن ال19، يعني بقاله عدد سنين طويلة جدا بيتعمل في خلالها الحدث. استضافته عدة دول كبيرة جدا، أكثر من 20 دولة استضافت الحدث. طبعا الحدث كان منصة كبيرة جدا لإطلاق مجموعة، يعني واحدة من أجوبة عجائب الدنيا السبع، برج إيفل، واحد من المباني اللي شيدت للأجل إكسبو والمعرض العالمي. يعني برج إيفل اللي موجود في باريس شيد خصيصا وقدم للعالم من خلال معرض إكسبو باريس. بالظبط. سنة كام بقى ده الكلام ده؟ 1900 وإيه؟ 1900 وحاجة بقى يا جماعة، راجعوا بقى شوفوا بقى. بالظبط. غير كده المعرض يعني اتعمل علشان يكون فيه زي ما قلنا فكرة السلام، دعم فكرة السلام أكتر، دعم فكرة وقف النزاع، دعم فكرة تبادل الثقافات، تبادل الحضارات، تبادل الأفكار. معظم الابتكارات والاختراعات اللي طورت ونقلت البشرية لقرون كانت ظهرت في إكسبو. اختراع تليفون، اختراع تلفزيون، أول مرة نسمع مكالمة صوتية كانت في إكسبو، أول مرة نشوف مقابلة مصورة كانت في إكسبو. التلفزيون هذا الاختراع الكبير المهم جدا اللي احنا طالعين من خلاله دلوقتي. بالزبط. أول مرة اتقدم في إكسبو، بس إكسبو ايه مش فاكر؟ إيه لا برضو دي صعبة شوية. بص هنقول لكم كل حاجة بعد كده. بالظبط. غير كده احنا لو جينا شفنا النسخة الحالية لإكسبو هنلاقي بالتزامن وكمان الآلة الكاتبة على فكرة. طبعًا. أنا قريت إن الآلة الكاتبة اتقدمت برضو في إكسبو. اختراعات كتير غيرت مسار البشرية بالكامل، سواء كان ميلادها أو منشأها إكسبو. يعني من الممكن المرة دي وإحنا دلوقتي في إكسبو 2020 دبي إنه يكون في اختراعات وابتكارات تظهر لأول مرة من خلال هذا المعرض. بالظبط. بالظبط. غير الاختراعات في اختراعات، في ابتكارات، في فرص استثماريه. ابتدت دول كتير جدا تعرض فرص استثماريه على الزوار وعلى كل المستثمرين من كل حته في العالم، منهم طبعا الجناح المصري، اجنحه كتير جدا في افريقيا، في اسيا، كله ابتدى يعرض ازاي تقدروا تستثمروا عندنا، ازاي نقدر يكون في شراكات. طلعنا بره فكره السلام او التبادل الثقافات لفكره استثمار، ان احنا ممكن ننبذ الخلافات بيننا وبعد عن طريق احنا نستثمر وعن طريق ان احنا نتشارك مع بعض في اخر اختراعاتنا واخر ابتكاراتنا. طبعا ده كل ده كان في إكسبو. يعني إكسبو 2020 دبي طبعا نسخة استثنائية، كلام عنها ما يخلصش. النسخة استثنائية وشعار استثنائي الحقيقة. بالظبط. الشعار تواصل العقول وصنع المستقبل. بالزبط. ده شعار استثنائي انفردت به نسخة إكسبو في دبي. بمعنى الشعار دايما في إكسبو بيكون منبعه الدولة، الدولة اللي بتستضيف الحدث. دولة الإمارات بشكل عام مش بس دبي قدرت تعمل في 50 سنة اللي في دول تانية ما قدرتش تعمله في نص قرن أو قرن من الزمن، أو في قرون عديدة كمان. الإمارات العربية المتحدة ودبي تحديدا قدرت توظف التكنولوجيا بشكل سابق جدا عصرها، لدرجة إن إحنا ممكن إحنا هنا في الحدث ممكن بدل ما نسأل فولنتيرز أو نسأل حد من الأورجنايزر نقدر نسأل روبوت لأول مرة إحنا ندخل حدث بالحجم ده، ونقدر نسأل روبوت يرد علينا ويوجهنا ويوجهنا طبعا بالتباعد الاجتماعي. بالزبط. والبسوا الماسكات وخدوا بالكم من نفسكم. بالظبط. ولأول مرة نلاقي يعني تحضيرات واستعدادات يونيك جدا جدا لكبار السن والأصحاب الهمم، كل دي حاجات بتتميز بها إكسبو دبي واللي مبني عليها شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، لأن الفكرة القائمة عليها دولة الإمارات. إحنا كان من فترة قريبة اجتمع القائمين على الدولة حكام الإمارات في خلوة بيسموها خلوة لتحديد ما سوف يتم تأسيسه خلال 50 سنة الجاية، يعني الناس بتخطط لـ50 سنة من دلوقتي. جميل. كل الابتكارات، كل المشروعات، كل المبادرات، حتى إكسبو فيها مبادرات كبيرة جدا جدا على نطاق واسع جدا. زي إيه؟ مثلا نتكلم عن ديوا واحدة من أهم الهيئات الحكومية في دبي، شركة المياه والكهرباء. شركة المياه والكهرباء، هيئة كهرباء مياه دبي. هيئة كهرباء دبي من أهم المشاركين في إكسبو كهيئة حكومية، بتعتمد سياسات كلها ليها علاقة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. خلاص ابتدى يكون طبعا أنت عارفين في جلوبال وورمنج، وعارفين إن في تحذيرات عالمية، منتديات عالمية اتعملت في الحوار ده، وفي يعني
كاب 26 لسه خلصان قريب، كان بيتكلم اكتر عن موضوع الاحتباس الحراري وان في مدن في طريقها للاختفاء لو احنا ما خدناش بالنا من ده. فديوا كهيئه حكوميه عندهم استشراف المستقبل، هنتكلم عن الاستشراف. فرع من فروع الشعار بتاع اكسبو الاستدامه. بالظبط يعني دي ممكن تدخل في الاستدامه، فرص والتنقل ده ممكن يدخل في الاستدامه. بالظبط، ويدخل في التنقل ويدخل كمان في الفرص، لان احنا بنتكلم هنا على مستقبل اخضر. مستقبل اخضر بيتطبق في كل من نواحي الحياه، مش بس في التنقل، مش بس في الاستدامه، مش بس في الفرص، لا في كل حاجه بنستخدمها بنتعامل بسياسه الخضراء. عايز اعرف اكتر عن التنقل، يعني احد شعارات هذا الاكسبو، يعني التنقل يعني ايه؟ التنقل يعني لو جينا قلنا احنا لسه قافلين او لسه بنتكلم في موضوع الهيدروجين الاخضر والاستدامه والمستقبل الاخضر، هندخل من هنا لحته التنقل. التنقل على مدار الزمان كان بيتم استخدام فيه وقود حيوي، الفحم، النفط، البترول، الطاقه الحيويه، الطاقه اللي بتسبب احتباس حراري، الطاقه اللي بتسبب تلوث في الجو. فان احنا نوظف التنقل او نتكلم عن فكره التنقل كواحد من اهم ثلاث عناصر مبني عليه حدث عالمي زي اكسبو، واحنا بنقول ان التنقل اللي جاي سواء البشر او السلع. بالظبط، التنقل بتاع البشر او السلع. بالظبط، بطريقه حقيقيه او بطريقه افتراضيه. بالظبط، انه التنقل ده يبقى بطريقه اكثر فعاليه واكثر انتاجيه، مش ده المقصود؟ وخضراء. وخضراء بنفس الوقت. بالظبط، فدي الفكره اللي قايمه عليها التنقل، ان التنقل اللي جاي تنقل سريع، تنقل اخضر، تنقل بعيدا تماما عن ملوثات الهواء، عن 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 مسببات الاحتباس الحراري. من هنا جت فكره التنقل والتركيز كمان في الاجنحه، يعني حتى لو جينا بصينا على الاجنحه اللي موجوده، احنا عندنا 192 دوله مشاركه، 192 اكتر من 200 جناح، عشان بس لازم نفرق بين الاجنحه والدول المشاركه. مش كل الدول المشاركه ليها اجنحه، لكن في اجنحه كمان لشركات اماراتيه زي اميرتس طيران الامارات. كل الاجنحه بتشارك انها تضيف للعالم تكنولوجيا جديده، تضيف للعالم طرق في الاستدامه في الفرص. من ناحيه ثانيه الفرص وتنقل واستدامه هم ثلاث ركائز اساسيه في اكسبو 2020 دبي، واللي بيتنقل عليها نفس فكره الاجنحه. الاجنحه كل الجناح موجود في منطقه شكل، لازم يكون الكونسبت بتاعه بيدعم المكان. يعني مثلا جناح اكس في منطقه فرص، يبقى لازم يكون المحتوى اللي بيقدمه الجناح له علاقه بالمنطقه اللي هو موجود فيها. موجود في منطقه التنقل، يبقى لازم ازاي بندعم التنقل. موجود في الاستدامه، ازاي بندعم الاستدامه. موجود بالنسبه للفرص، ايه الفرص الاستثماريه اللي ممكن تكون موجوده، نفس الفكره.